الآن تشاهدون. إحنا النهاردة بنفتح الباب قدام الكيانات اللي هي تقدر تجيب كم من المعدات الزراعية اللي يقدر يخدم على منطقة كبيرة، وإحنا معاه ونموله وموجودين معاه وما عندناش مشكلة فيها. وفي ظهر من يصنعون المعدات بنصمم اليومين دول برنامج مشابه لي بالنسبة للصناعة، ولكن على سكيل كبير جدا. إحنا الصناعة التعاقدية مفيش صناعة هتقوم على جهل، ومفيش صناعة هتقوم على عدم معرفة. لو طبقناها على الصناعة، إحنا خلقنا صناعات موزية عديدة جدا، وعملنا تشبيك ما بين كبار المصنعين وصغار المصنعين. الخمسة دولت قالوا أنا من ضمن مسؤولياتي ناحية المصنع الصغير اللي هيشتغل معايا ده، إن أنا هوفر له النوهاو. محفظة البنك الأهلي المصري التمويلية لأصحاب المشروعات بلغت 167 مليار جنيه، واستفاد بيها حوالي 124 ألف مشروع، وده ساعد في نمو المشروعات الصناعية والزراعية والخدمية وكمان التجارية، ودعم قدرتها التنافسية في الأسواق المحلية والعالمية. دلوقتي حضراتكم في البنك الأهلي المصري هنلتقي لأول مرة بالسيد الدكتور عماد فرج، رئيس مجموعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، عشان نتعرف منه على حجم محفظة البنك الأهلي المصري التمويلية للمشروعات الصناعية والزراعية، وآليات تمويل البنك لعقود الزراعة التعاقدية، وضوابط مساندة المصانع ودعمها. كمان هنتعرف من الدكتور عماد فرج، رئيس مجموعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر في البنك الأهلي المصري، على مبادرة الصناعة التعاقدية اللي تبناها البنك الأهلي المصري لدعم أصحاب الصناعات المغذية للصناعات الكبرى في مصر، والبداية هتكون من خلال تمويل المصانع الصغيرة اللي بتوفر المنتجات المغذية لأكبر 5 مصانع للأجهزة الكهربائية في مصر. تعالوا نقابله. دكتور عماد فرج، رئيس مجموعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر في البنك الأهلي المصري. أولاً مبروك على رئاسة مجموعة المشروعات. حضرتك في سنة 91 بدأت موظف ائتمان، النهاردة رئيس المجموعة، يعني أدرى واحد بالتحديات اللي بتواجه المشروعات. المحفظة بتقول الخاصة بالبنك الأهلي في تمويل المشروعات إن إحنا مولنا مشروعات بقيمة 167 مليار جنيه. عندنا نصيب للصناعة وعندنا نصيب للزراعة. وصلنا لفين؟ الحقيقة إحنا طبعاً هو الرقم رقم محترم جداً كـ 167 مليار، وإن كنا بنطمح للمزيد. كم عميل؟ يعني احنا بنتكلم في 124 ألف عميل دز. وده رقم برضو حضرتك على مستوى الائتمان، كوجهة نظر ائتمان كعدد رقم ممتاز جدا، ولكن احنا بنطمح للمزيد خلال الفترة اللي باقية من سنة 24 وخطة سنة 2025. احنا عندنا المحاور اللي بنمول من خلالها، إن إحنا بنمول قطاع صناعي، قطاع زراعي، قطاع خدمي، قطاع تجاري. ما عدا ذلك في قطاعات في أنشطة إحنا لا نمول. ولكن إحنا في الوضع الحالي وأنا بتكلم مع حضرتك النهاردة، القطاع الصناعي يمثل حوالي 43% من حجم التمويل من المحفظة. بإجمالي حوالي 75 مليار جنيه. ورقم الضخ رقم محترم جدا طبعا. رقم محترم جدا، وان كنا زي ما بقول لحضرتك احنا لسه في النيه ان احنا خلال الفتره اللي جايه دي ان شاء الله باذن رب العالمين هنضاعف هذا الرقم. الزراعه بقى هي رغم انها من اولى اولوياتنا في التمويل، الا ان هي ما زالت تمثل حوالي 11%، يعني حوالي 18-18.5 مليار جنيه من إجمالي قيمة المحفظة. فبالتالي إحنا حضرتك قدامنا مجال واسع جدا لزيادة حجم التمويل في القطاع الزراعي. إحنا بنفكر
في معدل النمو للمحفظة، وفي نفس الوقت أنه جزء كبير من هذا المعدل يكون موجه ناحية القطاع الزراعي والقطاع الصناعي، لأنه دول القطاعين اللي عليهم عبء الفترة اللي جاية دي أن هم يمثلوا الحماية الكاملة للدولة المصرية. فإحنا النهاردة في وضع أنه الدولة متخذة اتجاه إحنا بندعمه اللي هو توطين الصناعة. توطين الصناعة النهاردة هو من ضمن أكبر الأمور أو الأمل الأكبر في البلد، إنه نقدر إن إحنا نقلل فاتورة الاستيراد على قد ما نقدر ونزود حجم التصدير على قد ما نقدر. الكلام ده محتاج دعم شديد جدا من كل أطراف الموضوع، سواء إحنا كطرف تمويلي وبنمول وهنمول وفاهم يعني مشروعات وفاهمين كويس جدا يعني ايه مشروعات. فاحنا النهاردة ابتدينا ندخل في برامج شراكة مع جهات اجنبية كتيرة جدا، بنتولى من خلال البرامج دي ان احنا نوفر لقطاع الصناعة سواء بقى المعرفة والتطوير او تدريب الناس. ويمكن وصلنا لغاية أنه آخر برنامج لسه معمول الأسبوع اللي فات كبرنامج تدريبي لأصحاب الأعمال أو للشركات العائلية، أن احنا بالاشتراك مع صندوق سند قدرنا نوفر برنامج تدريبي لكيفية تحويل المشاريع العائلية إلى أنها تبقى مشاريع في نطاق الحوكمة، بحيث أن هي خلاص ما نبقاش مرتبطين بالأب صاحب الأعمال وتفضل الشركة إلى أكبر عمر ممكن. فإحنا من ضمن الاتجاهات اللي إحنا بنمشي فيها البرامج الغير تمويلية دي فعلا، لأنه شايفين أنه لازم نوجد للمصانع وللشركات دي الأمور اللي ناقصة واللي هو مش عارف يوجدها. الحكاية دي احنا ماشيين فيها كويس جدا، وعايزين نطور الكلام من ناحية القطاع الزراعي بحيث ان احنا نوصل بحجم التمويل في القطاع الزراعي انه ما يبقاش 18.5، لا احنا نوصل لخمسين وستين ومئة مليار على مدار الفترات اللي جاية. الخطة ان احنا ابتدينا ببرنامج في قطاع الزراعة اللي هو برنامج الزراعة التعاقدية، واللي من خلاله بنوجد للمزارعين الآلية انه يبقى ضامن بيع محصوله بالرقم المرضي من قبل ما يبتدي يزرع. مطمن. بوجد له الجهة اللي هتشتري منه، ويا حبذا لو هو وصل بمستوى الانتاجية بتاعته للمستوى اللي يسمح بالتصدير. وبالمناسبة انه المفروض في الوضع الحالي انه من ضمن ايجابيات الديفاليويشن اللي حصل للعملة المصرية انها بتفتح لك في مجال الزراعة بالذات اسواق ما كانتش مفتوحة، لانك بتقدر توصل لسعر تنافسي يخلي الحاجة بتاعتك مطلوبة. برنامج الزراعة التعاقدية ده عايز اقول لحضرتك انه نجح معانا نجاح كويس جدا، وفر للناس الطمأنينة الكاملة، وابتدت ناس كتيرة جدا نتعامل معها من خلاله. خلي بال حضراتكم، الزراعة التعاقدية مفيش أفضل منها لتحقيق انتعاشة حقيقية في القطاع الزراعي، ولكن تنفيذها مشروط بالتزام المزارع بمعايير واشتراطات المحصول اللي هيزرعه بالتعاقد، وتحديد سعر عادل لشراء المحصول من قبل الشركات المتعاقدة مع المزارعين، والتزامهم بتقديم الدعم الفني والإرشاد الزراعي الكامل للمزارعين، وخاصة في الأصناف النباتية الجديدة، وكمان وجود كيان مصرفي قوي كطرف ثالث لتمويل المزارعين وتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي. هنا المنظومة تكتمل، وده اللي تنفس حرفياً في اتفاق ما بين البنك الأهلي المصري وشركة مزارع لتطبيق عقود ثلاثية للزراعة التعاقدية، الطرف الأول المزارع والطرف الثاني شركة مزارع اللي هتقدم منظومة كاملة للمزارع المتعاقد معاها عشان يحقق على إنتاج، والطرف الثالث هو البنك الأهلي المصري. أنا رصدت مع البنك الأهلي المصري تجربة مزارع
تمام. شركة هامة جدا وكبيرة جدا وعندها فهم كامل لمنظومة الزراعة التعاقدية. البنك الأهلي دخل بقوة، دعم المزارع، نجحت المنظومة. نجحت المنظومة، وأنا عايز أقول لحضرتك إن إحنا ابتدينا ندخل بقى في منظومات تانية تخص الزراعة، من ناحية تطوير شبكات الري، من ناحية الزراعة الحديثة، بحيث إن إحنا نخرج من إطار التقليدية في الزراعة اللي مصر عايشة عليها يمكن من أيام الفراعنة. أهم احتياج من احتياجات الزراعة في مصر النهاردة يا أستاذ محمد إنك توجد كيانات تقدر توفر الميكانة الزراعية للمزارع المصري. مفيش حد النهاردة من المزارعين الأفراد عنده القدرة إن هو يجيب المعدات والميكانة اللي توصل بيه لأقل معدلات تكلفة وتحقق له أعلى معدلات ربح. فإحنا النهاردة بنفتح الباب قدام الكيانات اللي هي تقدر تجيب كم من المعدات الزراعية اللي يقدر يخدم على منطقة كبيرة، وإحنا معاه ونموله وموجودين معاه وما عندناش مشكلة فيه. وفي ظهر من يصنعون المعدات طبعا، طبعا الصناعة الوطنية طبعا. ما هو ما أنا عايز أخد حضرتك إن أنا أنقلك بقى بسرعة كده إن إحنا بنستغل النجاح بتاع برنامج الزراعة التعاقدية، إن إحنا بنصمم اليومين دول برنامج مشابه لي بالنسبة للصناعة، ولكن على سكيل كبير جدا. إحنا الصناعة التعاقدية؟ الصناعة التعاقدية، وده اللي هيبقى الاتجاه الجديد للعمل في المجال ده، إن إحنا بنوجد آلية بننزلها موجودة، آلية هتبقى موجودة على الأرض، إن أنا هتعاقد مع الشركات الضخمة المصنعين الكبار في إن أنا هيتم انتخاب أو اختيار المصنعين الصغار اللي يقدروا يعملوا له الصناعات المغذية له. طبعا كون إن أنا هفتت المنتج بتاعه إلى صناعات في مصانع صغيرة، أنا هدخل يكون في ريكومنديشن منه إنه فلان الفلاني كويس، وبالتالي ده بيعمل لي المسمار، ده بيعمل لي الصامولة، ده بيعمل لي فرش الجلد بتاع كذا بالظبط. هيعمل دي، هتعاقد له معايا إنه هو منتجه بالكامل هتاخده الشركة الأم، وأنا بالنسبة لي هدخل للمصنع الصغير دون أدعمه بكل أشكال الدعم اللي أنت تتخيله. ضمنت، هو ضمن الأول إنه بايع منتجه، وأنا بالنسبة لي ضمنت سداد التمويل بتاعي، وفي النهاية الدولة ضمنت شيء جيد، وخد شيء جيد، وفي نفس الوقت بطل يستورده وزودنا المكون المحلي، لأن هو كان كل المكونات الصغيرة دي بيستوردها من بره. صحيح. ففيها كتير جدا يقدر يتعمل هنا. الزراعة، أي حد النهاردة شركة محتاجة منتج زراعي سواء السوق المحلي أو العالمي يقدر يجي يتعاقد بنفس فلسفة مزارع اللي يقدر يعملها مع البنك الأهلي. خلاص احنا تعاقدنا مع شركة، بقى عندنا منظومة نقدر نطبقها مع أي حد. مزبوط. صح ولا غلط؟ مظبوط. وإحنا جاهزين حضرتك، إحنا بنتعامل من خلال 650 فرع للبنك الأهلي، عندنا فيهم ما لا يقل عن 400 فرع مثلا بتقدر تتعامل مع صغار المزارعين أو اللي طالب تمويل من خلال النشاط الزراعي. إحنا حضرتك متواجدين في كل محافظات ومراكز مصر، متواجدين في عدد كبير من القرى، ومتواجدين بالصورة اللي نقدر نمول بيها أي مشروع زراعي موجود في مصر، وبالصورة اللي تخليه يقدر إن هو ينمو ويكبر ويقدر. أصله إحنا، أنا عايز أقول لحضرتك إنه الزراعة دي هي العامل أو الدراع التاني جنب الصناعة اللي هتوفر للدولة وللبلد، وبالتالي للناس هتوفر لهم فاتورة الاستيراد وأمن غذائي. وأمن غذائي طبعا. وإحنا حضرتك كل لما بيرتفع الجودة بتاع المنتج الزراعي المصري، كل لما بنحتل قطعة أرض جديدة في الأسواق الخارجية اللي بيها إحنا حوالينا يا أستاذ محمد دول تمكنت توصل في التصدير الزراعي لأرقام مرعبة، وإحنا مش أقل منهم. إحنا أصل الزراعة في العالم،
فمش معقول ابدا ان احنا نكون بعيد عن المجال. لا، احنا داخلين وداخلين بقوه، واحنا جاهزين ان احنا نوصل بدعم النشاط الزراعي الى اقصى درجه تتخيلها، واحنا بالنسبه لنا ده قضيه. يعني زي ما قلت لحضرتك في بدايه كلامنا، قضيه. اه طبعا، دي قضيه البنك الاهلي المصري، دي قضيه. يعني قضيه 40% من قطاع المصرف، دي قضيه. حضرتك الزراعه والصناعه زي ما هم قضيه للدوله، هم قضيه للبنك الاهلي، ولازم البنك الاهلي هيكون له اليد الطوله في انه هو يكون العامل المساعد والعمود الفقري للبلد، في ان هي زي ما احنا في مجالات كتيره، لا احنا في مجال الصناعه والزراعه هنكون رقم واحد في مصر كلها، واحنا اللي عندنا القدره الى ان احنا نغطي قطاع الزراعه وقطاع الصناعه لاخر مدى ممكن. تشاهدون بعد قليل. لو طبقناه على الصناعة، احنا خلقنا صناعات موزية عديدة جدا، وعملنا تشبيك ما بين كبار المصنعين وصغار المصنعين. الخمسة دولت قالوا انا من ضمن مسؤولياتي ناحية المصنع الصغير اللي هيشتغل معايا ده، ان انا هوفر له النوهاو